خلونا نتوقف الآن مع الموضوع اللي صار والحملات والضغوطات الشعبية التي لها علاقة بإغلاق المطاعم. اللي صار إنه الأسبوع الماضي أو تزامنا مع إغلاق المدارس لمدة 14 يوم طلعت الحكومة وقالت بدنا نسكر المدارس وبدنا نسكر أيضا صالات المطاعم. المطاعم بتكون مناولة فقط أو توصيل ديليفري إلى آخره. ما بتتخيلوا في الأيام الماضية الحملات والضغوطات الشعبية على كافة المستويات تضامنا مع أصحاب المطاعم، وطلعوا شعارات إنه المطاعم تنتكس. يعني هذا الشعار طلع، هذا الهاشتاج طلع، المطاعم تنتكس، وبلشوا كل المهتمين والمعنيين في الموضوع يضغطوا باتجاه إنه يا جماعة الخير المطاعم تنتكس. ناس فلست لدرجة إنه مبارح كأنه كان في اجتماع له علاقة بوزارة السياحة إنه عشان يفكروا أو يعيدوا النظر بموضوع إعادة فتح صالات المطاعم، ولكن ألغي الاجتماع ما بنعرف ليش يعني لحد اللحظة هاي. طيب المطاعم تنتكس، شو قصة صالات المطاعم؟ لماذا كل هذا الضغط الشعبي والتركيز على موضوع صالات المطاعم؟ خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان ينضم إلينا للحديث أكثر. سعادتك صباح الخير. صباح الخير أخوي. الله يعطيكم العافية يا سيدي. الله يعافيك. المطاعم تنتكس من 14 يوم إغلاق، قد يسأل سائل وشو يعني بدنا أبعاد الموضوع أو كيف تراه أنت أستاذ خليل؟ شكرا أخوي طارق، أرجو أن تسمح لي تعطيني وقت. يلا. هذا موضوع مهم جدا ليس لأصحاب المطاعم ولكن للبلد. التعاطف اللي حكيت عنه أخوي طارق مصدره أنه حتى أخواننا المواطنين صح زملائك الإعلاميين تعاطفوا مع أصحاب المطاعم السياحية أو المطاعم اللي عندها صالات، معظم شغلها من الصالات، لأنه القرار قناعة تامة للجميع أن هذا القرار ظالم وجائر وغير مبرر. لم يتعاطفوا معهم لمصالح شخصية. وهذا يسجل لكل إخوانا خاصة الإعلاميين والنشطاء، لأنه ليس بالسهل أن يتعاطف أحد مع القطاع الخاص. خلينا نحكي ونكون صريح معه. صحيح. فعدالة القضية هي من دفعت الجميع أن يطالب بإلغاء هذا القرار. إحنا المشكلة عندنا أخوي طارق في آلية اتخاذ القرار أو بعض القرارات. أنا أكون واضح. للأسف ما عندناش دراسة لهذه القرارات قبل اتخاذها، ما عندناش تقييم إلها بعد تطبيقها. صح. يعني من بداية الجائحة وقالوا لنا إحنا بمعركة، تمام، كلنا وقفنا خلف أجهزة الدولة كاملة. طبعا أنا بفهم، شفنا بالأفلام المعركة لما تصير في جولة أو مواجهة، بعد المواجهة الأولى أو بعد ما تنتهي بصير في تقييم، نقيم. صحيح. بروحوا الناس على كل فريق، بروح على جنوده بشوف الخسائر. طب إحنا من أول جائحة هل تعتقد تم تقييم خسائر أي قرار تم اتخاذه؟ أنا لا أعتقد ذلك. وهذا ما ألحق ضرر كبير بالاقتصاد وساهم بتدمير قطاعات كثيرة وجعلنا نقلة كثيرا على أخواننا يعني العاملين في هذا القطاع. اليوم اللي يعني فعلا نستغربه التناقض الكبير بين ما تحتاج الدولة والأردن يحتاجه واقتصادنا بينما نقوم به من تخبط في بعض القرارات. كيف يعني؟ شعار جميل نحارب البطالة والبطالة تؤرقنا، تمام، نتخذ قرار غير مبرر يرفع نسبة البطالة بشكل كبير. وبطالة مدربة، يعني اليوم قطاع المطاعم السياحية أو ما شابهها فيها شبابنا تم الاستثمار فيهم وتدريبهم. اليوم لما أنا أحكي بتشجع الاستثمار وباخذ قرار بدمر استثمارات أردنية وبطفش استثمارات عربية وأجنبية، شو هالتناقض؟ لما أقول أنا والله بدعم القطاع السياحي اللي جاب لي 4 مليارات العام الماضي وبضرب بقرار غير مبرر منشآت سياحية بمئات الملايين، استثمار في هذا القطاع بمئات الملايين. مطعم واحد يجي عندنا على الغرفة عنده 2600 موظف، يا الله، هل يعني خسارته من بداية الجائحة 4 مليون دينار بسبب التخبط في القرارات؟ سكر الساعة 6، سكر الساعة 10، جمعة وسبت حضر، شهرين حضر شامل، مناولة. لا يعقل التعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة. كلنا احترمنا قرارات أو توصيات أو قرارات وزارة الصحة، وكلنا قلنا هاي معركة آخر ما نفكر فيه الخسائر، لكن بعد 6 أشهر يا أخي طارق هذا أصبح غير مقبول أن نجد قرارات المسؤول عاجز عن تبريرها، لأنه المسؤول ما بيعرف اقتصاد، بيعرف صحة، يلا اعزل. لا يا سيدي الصحة احنا ما حدا يزاود علينا، احنا مع الصحة. ما حدا يقول احنا بنعترض كغرفة تجارة عمان او بعض زملائي كمان في القطاع الخاص لأنه والله لا تهمنا الصحة، ابدا، لأن هاي نقطة مهمة واحنا لا نقبل على نفسنا انه
تكون مصالحنا الشخصية أهم من مصلحة البلد. أه. لكن أكثر منشآت ملتزمة في الأردن هي المطاعم السياحية. أه. وأتحدى يجيبون صور أو حالات في استهتار هذا القطاع. سمعت عن بؤر في هذه المطاعم؟ أبدا. طيب من حق اليوم أقول ليش أغلقت هذه المنشآت؟ طيب أغلقتها لسبب صحي، أنت صاحبة الولاية حكومة، ادفع تعويضات لهذه المنشآت بس الرواتب والإيجارات حتى تستطيع استمرار في عملها. هذا قطاع منكوب، أنت عارف أنه القطاع لسه قاعد بحاول يتعافى، بحاول من أثار القرارات السابقة. تيجي عليه في عز الصيف في أسبوعين، تعرف شو معنى 14 يوم منشآت زي هاي تتوقف عن البيع؟ لأنه يا أخي أنت قررت تسكرني، ادفع لي الأجار وادفع لي رواتب الموظفين وعفيني من الضرائب، بعدين بسكر لك سنتين مش بسكر لك 14 يوم، ما عندي مشكلة. يا سيدي هم كل يوم بيهددونا أو بيلمح بعض المسؤولين أنه عملها فزاعة. حظر شامل يا أخي صار سكر، خلينا نقعد. تعرف يا أستاذ خليل، أنا آسف لمقاطعتك، كلمة حظر شامل أصلا أو قد نلجأ إلى الحظر الشامل هذا لحاله دمار اقتصادي أساسا. تمام، وتخيلش الرعب اللي احنا، وكل واحد عنده خطه، كل واحد صاحب مشروع عنده خطه بده يعملها، قاعد خلص خليها لبعد كورونا. احنا انا بقطاع الاعلام على سبيل المثال، ما بتخيل انت كلمه قد نلجأ الى الحظر الشامل شو دمرتنا، بس مجرد التلميح بدمرنا. هذا عندك في القطاع الاعلامي او السلطه الرابعه، ما بالك يعني اللي عنده استثمارات او عنده التزامات، او اليوم انا كصاحب اي مشروع بدي اتعاقد مع شخص يورد لي مواد اوليه، يعني لا تقبل مطعم عارف تتعاقد مع مزارع او مخبز صحيح. او تاجر لحوم، ولا اللي عنده اسكانات بدي يتعاقد مع اسمنت وحديد. تخيل هذا الارباك، لانه اي لحظه ممكن اتفاجئ في المؤتمر الصحفي طبعا اغلقت القانون، اغلقت القطاع الفلاني 14 يوم صح دون حتى دون التشاور معنا. يعني هذه المصيبه، انه اذا انت ما بتسال الناس الاقتصاديين في هذا الموضوع هاي مصيبه بحد ذاتها. احكي لك شغله استاذ خليل، وقعنا عقد اعلانات، احنا عقد يعني الزلمه شغال وبده يعلن اموره تمام، طلع يعني الشخص الذي نحترم ونجل الناطق باسم الحكومه قال أرجو أن لا نضطر إلى فرض حظر شامل، بطل الزلم يعلن. يا عمي افرض عملوا حظر شامل، هذا بطل وهذا بطل يشتري مواد أولية وهذا بطل يشتغل دعاية وهذا بطل مش عارف. طب بعدين يعني إحنا كلامك الأسبوع الماضي كان عندنا زملاء إن من الهيئة العامة من أصحاب شركات الإعلانات، تخيلش الخسارة والضرب. خسارة فادحة صحيح، خسارة فادحة. عنده عمارة مأجرهم الواجهة بده إيجار، واللي متعاقد معهم يعلن وقف العقد شيء، والأمانة بدهم منهم فلوس صح. فأنت اليوم لما تعمل حظر شامل فنسبة المشاهد أو من يتجول في الشارع تنخفض صحيح. صاحب الإعلام بقول لك أنا ما استفدت، شو استفدت منه صحيح. هذا كله اللي بيألمنا في طارق، أنه ما في أي تقييم حقيقي للخسائر. يعني هل يعقل كل هذه القرارات ما في فريق الحكومة أو لجنة درست أو تدرس ما أثار هذه القرارات أوامر الدفاع وغيره على هذا الاقتصاد الوطني؟ هذا اسمه اقتصاد وطني صحيح، وليس اقتصاد خليل أو طارق. 100% هذا كله بيعود اليوم إحنا في ظرف صعب، البطالة هي يعني فعلا يعني. ولما تحكي للشباب تشجعوا افتحوا مشاريعكم الخاصة حتى لو كانت مشاريع صغيرة وما تلجأوا لديوان الخدمة المدنية، طب الشاب خايف لا خبي المصاري اللي معك ما بتعرف شو بيصير. أنا بدي افتح مشاريع خاصة اليوم، أنا بدي تجرأ صحيح، الأصحاب الخبرة وكذا بيحجموا حتى على الإنفاق مش على الاستثمار. كل واحد قاعد بيقول لك خلينا نشوف شو بده يصير بعد كورونا، خلينا نشوف بلكي عملوا حظر شامل، خلينا نشوف، بعدين هذا بيفتح الباب على مصراعيه للإشاعات وتكهنات وخلافه. الاقتصاد انضرب في مقتل والله. طارق اللي بخوفك مش إنه والله ما سيحدث بعد كورونا، اللي بخوفك عدم وجود سياسة واضحة. أيوة عدم صحيح. وجود خطط واضحة أبني عليها أنا خطة لشهرين ثلاث، أنا كمستثمر في قطاع المطاعم أشتري مواد أولية ولا ما أشتريش؟ لا أقول لي اليوم أنا بدي أعطيك يا طارق أوقف جنبك كدولتك وكحكومتك حتى نخلص هذه الجائحة، شو اللي لازمك؟ تعال صح يا أخي، ما أنت يعني أنت صاحب الولاية، أنت اللي أنا دافع ضرائب، بلاش كنت تعتبرني مواطن. اللي يعقل كيف المستثمر؟ أنا بتفهم بسمع كل يوم بيطلع بعض المسؤولين ما شاء الله بيصرحوا بقول لك عندنا طوابير من المستثمرين واقفين على الدور. فهمني، إذا أنا أبني البلد أنت مثال عني، كيف بده ينظر المستثمر؟ وهذا شيء مؤلم، إحنا حل مشكلتنا كلها يعني بتلخص الاستثمار. لكن انا بقول لو انا مستثمر عربي او اجنبي وشاهد هذا التخبط في بعض القرارات واللامبالاه من بعض المسؤولين في حتى ان يقولوا للاردن المريض سلامتك. طيب شو اعطيك مسكن؟ طبعا عوده الى موضوعنا الرئيسي الان فلتفتح المطاعم صالاتها، هذا طلبك استاذ خليل او طلب البطاقه بهذا الاتجاه؟ هذا طلب المنطق والعقل.
عفوا هذا طلب المنطق والعقل. انت احنا من طالب من الحكومه الاردنيه او صاحب القرار اليوم خلي المطاعم تفتح ابوابها لانه ما في مبرر للاغلاق على الاقل. على الاقل في طارق اضيف لك اسمح لي ان كل شيء له حل. قبل اتخاذ مثل هذه القرارات هل جلست الحكومه مع اصحاب او ممثلي القطاعات هذه وتبحث عن حلول؟ ايش بدك خايف من الكورونا؟ طيب تعال نتفاهم انا وياك على اي حل او شروط او اجراءات تمنع انه انا تصبح هذه الاماكن اعطيني فرصه انا اقدم لك حل من واقع عملي من واقع وجودي في الميدان. بس اذا شاركت معك حد اقتصادي ابن سوق هو خلص القرار احنا بنثق فيه لانه فاهم. صحيح اجتماع امبارح كان الساعه 12 تاجل بسبب انه في بعض الحالات صدرت وزاره الصحه وزاره السياحه عفوا مع انه كان بيقدر يعملوا اونلاين وبيقدر يعملوا على الزوم الى اخره. صحيح اي مكان اخر. اليوم زملائي بعض الممثلين بهذا القطاع سيلتقوا اونلاين مفروض مسؤولين في وزاره السياحه الساعه 2:30. اليوم اعتقد يجب ان يصدر قرار بالغاء هذا الايقاف الغير مبرر. هذا القطاع لن يستطيع معظمه لن يستطيع الاستمرار. انا بحكي معك وانا مسؤول عن كلامي. هذا الوجع اللي شفناه من زملائنا قبل ايام عندما زارونا بالغرفه شيء مؤلم اقسم بالله يا طارق. اللي سمعناه والوجع والالم اللي كان يحكوا فيه كاردنيين كابناء وطن شيء غير معقول. جزء منهم يعني نقل لنا وجع الشباب اللي فتحوا مشاريع سياحيه صغيره. يعني احدهم وصف ابنه انه بكى من القهر انه شو اللي بصير معانا. يعني ايش اللي بصير معانا؟ يعني احنا شباب وبنتعب وبنستعز ببلدنا وسيدنا دائما بدعم الشباب وسمو ولي العهد دائما مع الشباب بيطلع لي قرار انا مش قادر حتى اصدقه. يعني مش اقتنع فيه. طيب اللي وقف يرجع شكاتك لانه بتعرف طارق احنا معظمنا نكتب شكات نعتمد على مبيعاتنا 100%. انت بتكتب شكات معتمد على دخل الاعلانات. صحيح صحيح. هل حدا سال هذه المحلات قديش على التزامات؟ انت عارف قديش في تلف بضائع تمت نتيجه هذا القرار؟ قديش في عقود اليوم بين موردين مصانع ومزارعين ومسالخ؟ قديش صار فيها ضرر مشترك؟ صح. قطاع النقل اللوجستي توقف بين المحافظات في مطاعم كثيره للفروع. انت متخيل استاذ خليل الحاله النفسيه لموظفي القطاع الخاص اللي قاعدين على اعصابهم باي لحظه ممكن يستغنى عن خدماتي باي لحظه كذا؟ والله شيء بحزن. بس طارق احكيك عشان انا بدي اوضح لك نقطه. معظم العاملين في المطاعم تعتمد على الاكراميه عفوا. صح. الراتب قليل وتعتمد على الاكراميه 100%. هذا شيء مش عيب، هذا عرف العالم. صح صح. صاحب العمل اليوم رغم خسارته ونكبته مضطر يدفع راتب الموظف بس بدفع الراتب الاساسي. صح. تخيل رب الاسره المعتمد على دخل معين من اكراميته او الاخذه من الزباين وهذا حقه. تخيل هذا عندما يتوقف 15 يوم والله اعلم يلاقي المنشاه بعد 15 يوم رح تقدر تفتح ولا يقول له يا عمي انا سامحوني انا مضطر اسكر. طيب احد التجار استاذ خليل بعت لي صباح الخير هاي الكلمه اللي هي قد يكون هناك اغلاق دمرت الدنيا، حتى المستورد وقفوا بطلوا يستوردوا وعقود الدعايه عندي 50% وقفوا خايفين يشتغلوا، بس احنا بنعمل تخليص مواد غذائيه معظم التخليص الباقي ما فيش شيء. طبعا طبعا اليوم اي تصريح غير مسؤول وغير مدروس بربك حكيناها. صح. انت بتهدد مين؟ بتهدد اولاد البلد. يعني انت بتهدد اخوانك ابناء الوطن لما تضلك تقول انا كذا. فانا لما اطلع وفي تجارب، يعني انا مش تهديد لا، يعني صار تجارب انه انا تفاجئ بقرارات غير مبرر. في الاول طارق سمعتنا اعترضنا، سمعت واحد فينا لا والله لا والله ما اعترضنا، قعدنا في بيوتنا ايام طويله وكنا نزقف للجيش ونغني للوطن ولانه هذا معركه يعني ظرف فرض علينا. صح. لكن بعد 6 شهور تصريحات متناقضه وبالاخير بيحملون المسؤوليه في بلد اصلا اقتصادها لا يحتمل، يعني في بلد اقتصادها يعاني ما يعاني. اسمع والحمد لله عندنا ولا مسؤول اخطا، كله حق على المواطن وعلى وعي المواطن ما شاء الله. يعني 6 اشهر كل اللي صار فينا ما حدا اخطا غير المواطن. المواطن عليه مسؤوليه، لكن يجب كان ان يحاسب ويسأل كل من اخطا وكل من ضلل وكل من ساهم في ضرر الاقتصاد بطريقه غير مبرره وغير غير غير مقبوله. طيب. اليوم بعد 6 اشهر اخي طارق يعني اجتهاد، في فرق بين الاجتهاد، في فرق بين الخطا، في فرق بين سياسات خاطئه وضعت من ناس ما عندهاش خبره. خلص والله اني انا حزين على اللي بصير يا طارق. يعني بكفي خلص. يعني احنا وصلت الفكره، وصلت الفكره بوضوح. طيب المهم انها تكون وصلت ان شاء الله. كل الاحترام خليل حاج توفيق رئيس غرفه تجاره عمان. يعني بعتقد فكرته واضحه تماما، تخبط، الناس خايفه، وبالذات في قطاع المطاعم انتكس قطاع المطاعم، ينتكس قطاع المطاعم، سكرتوا الصلاة. الناس قد تفهم بس انه لما انت تفتح المسابح مثلا والنوادي الرياضية وتسكر صلاة المطاعم
طب انت فكرت في البعد الاقتصادي هذا اللي بده يحكيه خليل حاج توفيق، كلمه لا، قدنا فتحت الجائل المطار طارق، فتحت المطار ولغيت الحجر المؤسسي مثلا ومسكر صلاه المطاعم، هذا التناقض، صح؟ هذا التناقض غير مقبول. يعني فهمني، قول لي ليش انت الغيت الحجر المؤسسي، فتحت المطار وكذا وعرايك المسابح او الجمات وغيره وسكرت؟ هذا التناقض غير مقبول وغير مبرر، صح؟ في ناس بقول لك عشان يلاقوا مبرر لاغلاق المساجد خلينا نسكر معها شغله ثانيه، يعني في ناس بلشت هيك تحكي لانه في انتقادات على اغلاق المساجد. طب اقول لك ايه، طب عشان نغلق المساجد لازم نسكر شيء ثاني؟ عشان بقول لك شيل المساجد بس يعني اللي سكرتوها؟ ما بعرف، واذا كان هيك مبرر برضه مشكله هاي. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج احلى اذاعه.